بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين، راح سمعكم الصوت. تسمعون الصوت؟ ممكن يكون واضح. زين حبايبي الله يحفظكم. هذه المشكلة عادية جدا، المشكلة في الغطاء لم يتم قلقه بإحكام، تلاحظون المنطقة هذه. زين الغطاء هذا مفتوح من هالجهة ومن هالجهة، تلاحظون مسكر، تشوفون مثل النفض هني. زين إن شاء الله تكون الغطاء، راح أسكر الغطاء زين وراح يختفي الصوت، لأن الحبيب بشكل العامل أثناء صيانة الفلاتر لم يغلق الغطاء صراحة بإحكام. تلاحظون هذه المنطقة مفتوحة مغامرة مع هالمنطقة مسكرة بشكل كامل. سكرها، نضغط عليها إن شاء الله الصوت يروح. فاعل الجريمة أكرم. أيوة ثاني الطرف. خلاص. لا كسكرته بس خلاص. شكرا. يلا انزل انزل، شوفوا الحين كيف هذا. هذاك مسكر؟ ها؟ مسكر هذاك؟ سكر سكر. اوكي. بس خلاص. هل في مشكل شفته؟ هذا مفتوح. هذا مسكر. ايوه شاطر.